الإطلالة ديالي متوقعين الحديوي واختاريت لي الحديوي اليوم لان حنا في واحد الفاشن شو ديال لي جون كرياتور ماروكان تبارك الله اليوم اللي كنحيوهم واحد واحد لا اللي كانوا اليوم في الشو ولا اللي ما كانوش وكانوا في دي شو اخرين دونك كنحيي كاع لي كرياتور ماروكان ديالنا اللي تبارك الله عليهم كيبدعوا دائما ولاو عندنا اختيارات كثيره حتى حنا في فاش كيكون عندنا شي حضور ولا شي حاجه دونك فوالا الاطلاله ديالي كما قلت لك متوقعه لي الحديوي اللي كنحييها وكنشكرها كل مره وشنو الصراحه كل مره ولكن الاكثريه كنتشاور جينيرالمون ما كيعجبنيش ناخذ القرار بوحدي الحفطان المغربي كيعجبني بزاف وكنلبسو بزاف وفي اي مناسبه اللي هي عرس او لا شي مناسبه عائليه كيعجبني نلبسو بعض المرات حتى في مناسبات وحدين اخرين ديال العمل ديالي كنلبس الخفاطن الوغ حنا من بعد مسلسل مكتوب كاين مسلسل واحد اخر اللي سميتو بغيت حياتك اللي غادي يخرج قريبا على قناه الثانيه وكاين اعمال وحدين اخرين في طور التحضير الناس كتسال وحنا كنقولوا الجزء الثاني ديال مكتوب وارد زعما في الهضره ولكن مازال ما كاين حتى شي كونفيرماسيون لا انا ماشي عليا ولا ماشي عليا انا اون جينيرال كنقول ان الناس مزيان كل واحد يتحمل مسؤوليته في داكشي اللي كيدير ولا غير ربينا راسنا وعرفنا راسنا شنو كنديروا وضابطين مسائلنا جو بونس غيكون احسن من اننا نبداو بالاخر دونك غلط ولا ما غلطش مزيان الواحد يبدا من راسه ويخدم على راسه بينه وبين سيدي ربي بينه وبين عائلته بينه وبين اخلاقه بينه وبين التقاليد ديالو اللي كبر فيها بينه وبين تربيته بينه وبين البيئه اللي نشا فيها لان حنا مختلفين وربي خلقنا مختلفين دونك مزيان الا احترمنا الاختلاف اللي بيناتنا الرساله للمحبين والداعمين ديال مريم كنقول لهم شكرا بزاف على الدعم ديالكم شكرا على الحب ديالكم شكرا على التواصل ديالكم حتى انا كنبغيكم بزاف ويا ربي ما يحشمنيش معكم نتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم